يلا بينا كده نشوف اللاب بتاعنا. انا عندي سيرفر، ده ورك جروب زي ما احنا شايفين، اوكي كده اسمه سي اي ده سير. هنروح على داشبورد واقول له اد رولز اند فيتشرز، نيكست، رول بيست، اوكي كده ماشي. هقول له بعد اذنك انا عايز انزل اكتيف دايركتوري سيرتيفيكيت سيرفيس، نيكست. عايز اي فيتشرز تانية؟ شكرا، نيكست. هيقول لي ايه الرول سيرفيس اللي حضرتك عايزها. هبتدي اقول له اديني السيرتيفيكيت اثوريتي، وعايز السيرتيفيكيت اثوريتي ويب انرولمنت. طب ايه السيرتيفيكيت اثوريتي انرولمنت بوليسي ويب سيرفر؟ قال لحضرتك دي رول سيرفيس بتنزل بتشتغل مع السيرتيفيكيت اثوريتي انرولمنت ويب سيرفيس، والاثنين رولز دول بيقدروا ان هم يخلوا الاجهزه اللي مش جوين دومين تعمل انرول للسيرتيفيكيت من السيرتيفيكيت اثوريتي بتاع حضرتك. ودي من حاجات الجديده في ويندوز سيرفر 2012، اوكي كده. بس احنا دي حته ادفانسد مش محتاجينها دلوقتي، خلينا في البيزك عشان ما نصعبش الموضوع وبعد كده ادفانسد. فانا هاخد السيرتيفيكيت اثوريتي بتاعي وهاخد السيرتيفيكيشن اثوريتي ويب انرولمنت. طب ايه السيرتيفيكيت اثوريتي ويب انرولمنت؟ هقول لحضرتك دي طريقه من الطرق اللي اليوزر بيقدر يعمل انرول للسيرتيفيكيت، بيقدر يطلب سيرتيفيكيت من عن طريق ويب سايت هيعمله لي لما انا بنزل الرول ده، ويقدر من خلالها ان هو اليوزر يخش على ويب سايت ويطلب اي سيرتيفيكيت هو عايز، يعمل انرول لاي سيرتيفيكيت هو محتاجه. بس فيها تركيه لازم نقولها، اوكي كده. يعني انت لما تنزل الرول مش هتشتغل على طول، فيها حاجه لازم تتعمل هنقولها في اللاب بتاعنا، اوكي كده. طب نتورك ديفايس انرولمنت سيرفيس، لا دي احنا مش محتاجينها دي، لو حضرتك عايز تجنريت سيرتيفيكيت للراوترز، اوكي كده. اونلاين ريسبوندر ده للكومبلكس نتورك بنقدر نقول عليه اللي هو النون مايكروسوفت بيقدر يتعامل معاه. انا هقول نيكست نيكست. بيقول لي طبعا دي الفيتشرز بتاعت الاي اي اس اللي انا محتاجها عشان حضرتك قلت لي في الرولز هننزل ايه السيرتيفيكيت اثوريتي ويب انرولمنت، فانا محتاج انزل الفيتشرز دي. اوكي انستول. انا كده بنزل الرول بتاعتي على السيرفر الورك جروب. طب ما نكسب وقت ونروح ننزل برضو الرول على الدومين ده، دومين اسمه edyours.local، السيرفر بتاعي او الدومين كنترولر في حاجه اسمه dc.edyours.local. هروح اد على الداشبورد واقول له اد رولز، نيكست نيكست، اوكي. هقول له عايز الاكتيف دايركتوري سيرتيفيكيت سيرفيس، اوكي. اوكي انستول. السيرفر بتاعنا خلص، هبتدي اقول له كونفيجر اكتيف دايركتوري سيرتيفيكيت سيرفيس، اوكي كده نيكست. هقول له اوكي ممكن نكونفيجر السيرتيفيكيشن اثوريتي وكونفيجر السيرتيفيكيشن اثوريتي ويب انرولمنت، نيكست. ابتدى يسالني هو انتربرايز ولا ستاند الون. طبعا الانتربرايز ديمت لان هو ورك جروب، واحنا اتفقنا ان انتربرايز بينتجريت مع الاكتيف دايركتوري. وبرضو خلي بالكو ان الستاند الون ما بيسمبورتش السمارت كارد سيرتيفيكيت، يعني حضرتك لو عايز تجنريت سيرتيفيكيت للسمارت كارد الستاند الون ما بيسبورتش النوع ده من السيرتيفيكيت، لازم في الحاله دي تبقى انتربرايز. واحنا لو نفتكر في الهيراركي بتاعنا احنا قلنا السيرفر الاولاني اللي هيطفي يبقى في بيئه الورك جروب كسكيور ده اهو، وهيتعمل ستاند الون عشان بيئه الورك جروب، وطبعا هيبقى روت عشان ده اول سيرتيفيكيت اثوريتي عندي في النتورك. فده فعلا اللي احنا بنطبقه، هو ستاند الون عشان هو ورك جروب. طيب نيكست. طبعا هيبقى روت عشان اول سيرتيفيكيت اثوريتي عندي في النتورك، نيكست. هكريت برايفت كي للسيرتيفيكيت اثوريتي ده، نيكست. طبعا بختار الكريبتوغرافي وبختار الالجوريثم، اوكي. وده اللينس بتاع الكي بتاعي، ماشي نسيب باي ديفولت، نيكست. ده الاسم بتاعه، اوكي نيكست. هيبقى شغال لمده 5 سنين، بتقدر طبعا تتحكم في التايم زي ما انت عايز، نيكست. الداتا بيز هتبقى موجوده في اللوكيشن ده، طبعا داتا بيز واللوج فايل، اوكي كده نيكست كونفيجر.
طبعا زي ما احنا شايفين عندي هنا الاكتيف دايركتوري سيرتيفيكيت اثوريتي من السيرفر مانجر، ودي الايفنت بتاعته، وطبعا هنا هيجيب لي السيرفرز اوكي كده والايفنت بتاعتها. اقدر من تولز هلاقي عندي سيرتيفيكيشن اثوريتي موجودة فوق اهي، ده السيرفر بتاعي، عندي revoked certificate و issued certificate و pending certificate sorry و pending request و failed request. طيب ايه دول يا باشمهندس؟ هقولك اصبر عليا شوية وهنعرف. انا عملت السيرفر الاولاني اللي هو stand alone و root اوكي كده. طب ما نروح على الدومين عشان اعمل subordinate الانتربرايز، نقول له برضو configure active direct certificate service next اوكي. تو سيرفيس دول هيبتدي يقول لي انتربرايز ولا ستاند الون. ليه طبعا مفتوحه؟ عشان ده دومين كنترولر، وطبعا نوت ريكومندد ان انا اعمل الموضوع ده على الدومين كنترولر، احنا عاملينه از لاب، لكن هو ممنوع يتعمل على الدومين كنترولر، بتعمله على سيرفر لوحده. طيب نيكست هيبقى روت ولا سب اوردينيت؟ هيبقى سب اوردينيت. نيكست هيكريت برايفت كي ولا هو هيبقى عنده، وحضرتك هتقول له اكزيستنج برايفت كي. اوكي ثانية واحدة كده الماوس مهنج. هيبتدي يسألنا هنا هو انا هاخد الاذن من مين؟ مش احنا اتفقنا لو رجعنا للرسمة بتاعتنا ان السب اوردينيت بياخد الاذن من الروت عشان بيبقى دراعه اليمين، فهو دلوقتي بيسألني انا هاخد الاذن من مين؟ لازم الروت يجنريت سيرتيفيكيت تقول للسب اوردينيت حضرتك هتشتغل لمدة سنة او 3 سنين او 5 سنين توزع، انا بديك التصريح. فهو دلوقتي بيسألني هنا يقول لي انا هاخد الاذن من مين؟ مفروض لو السيرتيفيكيت اثوريتي او الروت سيرتيفيكيشن اثوريتي لو كان جوين للدومين، السيرفر ده لو كان جوين للدومين كنت اقدر ان انا اقول له بعد اذنك بالسيرتيفيكيت نيم كنت الاقيه، او اشاور له بالكمبيوتر نيم، بس عشان السيرتيفيكيشن اثوريتي الروت بتاعي مش جوين في الدومين فانا هقول له بعد اذنك. ده نوع من انواع الانرول سيرتيفيكيت اسمه اوف لاين. ده انا هجنريت فايل، الفايل ده مفروض ان انا اخده على السيرفر اختمه، معنى اصح اعمل له سبميت وارجع اخد السيرتيفيكيت اعمل لها انسيرت. دي طريقه الاوفلاين هنشوفها عامه، محدش يستعجل. اوكي نيكست طبعا الداتابيز واللوك فايل كونفيجر. اوكي كده هروح على تولز سيرتيفيكيشن اثوريتي، هلاقي عندي السيرفر مش شغال لانه لسه ما خدش الاذن، هو قدم طلب بس لسه ما توافقلوش على الطلب ده. طيب حضرتك لو عايز تشتغل بنظام الاوفلاين فزي ما قلنا احنا هناخد الفايل ده هحطه على السيرفر اللي هو الروت، هعمله سبميت وارجع احطه تاني على السب اوردينيت. بس في طريقة تانية ممكن نعملها، بما ان السب اوردينيت والروت اونلاين مع بعض في نفس الشبكة، فاقدر ان انا اطلب اونلاين. اطلب ازاي؟ هقول لحضرتك تعالى على السيرفر بتاعك، كليك يمين all tasks وقول له request certificate CA certificate اوكي كده. طبعا بيقول لي هي موجودة كفايل، هقول له لا cancel. هيقول لي طيب قول لي اسم السيرفر بتاع حضرتك، انا هحط له الاي بي عشان مش مكريت له ريكورد في الدي ان اس. هدوس تاب، ابتدى جاب لي الاسم وجاب لي البيرنت سيرتيفيكيت اثوريتي بتاعي، فاقول له اوكي. بيقول لي خلي بال حضرتك ان السيرتيفيكيت ده او الطلب ده اللي محطوط في البندنج لازم الادمنستريتور يوافق عليه. هقول لحضرتك باي ديفولت في الستاند الون اي حد بيطلب تتحط في البندنج وحضرتك تخش توافق او ترفض. ده فين؟ في الستاند الون، يعني في بيئه الورك جروب. في بيئه الدومين، يعني في الانتربرايز، اي حد هيطلب هياخد السيرتيفيكيت. تاني في الستاند الون في بيئه الورك جروب
اي حد يعمل انرول لسيرتيفيكيت تتحط في البيندنج ريكويستس، ولازم الادمنستريتور يخش يديها يا ايشو يا يديها ريفوك، سوري يا ايشو يا ديناي، فتتحط في الريفوكت سيرتيفيكيت. اوكي كده. طيب في بيئه الدومين يعني انتربرايز، اي حد هيطلب هياخد السيرتيفيكيت على طول، ده باي ديفولت. اقدر اغيرها يا باشمهندس؟ اقدر اغير الاوبشن ده منين؟ لو جيت على السيرفر بروبرتيز في بوليسي موديل بروبرتيز، هو ده الاوبشن بتاعي، اي حد يطلب تتحط في البيندنج ولا ياخدها على طول. اوكي كده. بس ده الديفولت سيتنجز اللي انا قلت لكم عليه. طيب اوكي، هروح انا على السيرتيفيكيت دي، كليك يمين وهقول له ايش. لو رحت على الايشود سيرتيفيكيت هلاقيها هنا. يبقى احنا عرفنا البيندنج سيرتيفيكيت وعرفنا ايه الايشود سيرتيفيكيت. طيب نرجع تاني على السب اوردينيت، لسه لحد دلوقتي ده ما حسش بالاذن، انا قدمت طلب هو اتوافق عليه في السجل المدني بس انا لسه ما استلمتوش. استلمه ازاي؟ كليك يمين على السيرفر اول تاسكس وهقول له انستول سي اي سيرتيفيكيت. بيقول لي هي موجوده عندك على الجهاز؟ لا كانسل. قال لي يبقى اكيد هنطلبها اونلاين. ابتدى يقول لي اوريدي الانفورميشن، طلع لي ايرور. ايه الايرور اللي طلع ده؟ لو جيت عملت ستارت هيطلع لي برضو ايرور. اوكي كده. هقول لحضرتك هو مش قادر يوصل للريفوكيشن ليست، سيرتيفيكيت ريفوكيشن ليست، هنعرف ايه السيرتيفيكيت ريفوكيشن ليست دي قدام شويه، بس هو مش قادر يعرفها. و90% ان حضرتك بعد ما هنعمل الروت، يعني بعد ما خلاص ياخد السيرتيفيكيت والروت ده هنعمل له اوف لاين، هنعمل له شت داون سوري عشان يبقى اوف لاين، صح كده؟ ف90% الراجل ده مش هيقدر يحس بالسيرتيفيكيت ريفوجيشن ليست، فلازم اقفل الخاصيه دي عشان السيرفر بتاعي يرضى يشتغل والسيرفس ترضى تقوم. طب اقفل الخاصيه دي ازاي؟ اقفلها بالكوماند ده، هاخد الكوماند ده كده وهحطه في الدوس على السب اوردينيت سيرفر. معلش شغال من على ريموت ديسكتوب كونكشن مانجر فالدنيا الشورت كي مش شغاله معايا. اوكي كده هبتدي اروح للسيرفر بتاعي واقول له ستارت. السيرفر بتاعي اشتغل زي ما احنا شايفين، هي هي نفس الكونتينر اللي هنا، هي هي نفس الكونتينر اللي هنا. امال الزتونه ايه؟ الزتونة في سيرتيفيكيت تمبلت. السيرتيفيكيت تمبلتس دي زايدة في الانتربرايز. طب هي ايه السيرتيفيكيت تمبلتس دي؟ الباترينا بتاعت حضرتك او ده الشباك اللي بيستلموا من عليه الشهادات، وحضرتك عندك ارشيف بتحط فيه الداتا. فين الارشيف ده؟ كليك يمين مانج، ده المخزن بتاع حضرتك او الارشيف بتاع حضرتك اللي فيه كل التمبلت سيرتيفيكيت، ودول اللي هيتسلموا على الشباك، دول اللي جاهزين. يعني الكلاينت لما يجي يطلب يشوف اللي موجودين هنا لكن ما يشوفش اللي موجودين فين في المخزن. امال دول لازمتهم ايه؟ دول لازمتهم تمبلت، اقدر ان انا اقول والله عايز يوزر سيرتيفيكيت فدبليكيت السيرتيفيكيت تمبلت دي وايديت في الاوبشنز بتاعتها واحطها بعد كده فين على الشباك، او احطها في السيرتيفيكيت تمبلت عشان اليوزر وهو جاي يطلبها يشوفها. اوكي كده. طيب يعني يا باشمهندس السيرفر ده كده ما بقاش ليه لازمه؟ لا خلاص تقدر تطفيه. واحنا عاملين السب اوردينيت هيشتغل لمده سنه، وبعد سنه هيبتدي ان هو يعمل رينيوال، فحضرتك هتقوم بس السيرفر ده بعد سنه. طيب يعني الدنيا كلها هتبقى من هنا يا باشمهندس؟ ده كده خلاص؟ ده كده خلاص ملوش لازمه، ده الروت. اما ده السب اوردينيت انتربرايز بيخدم على كلاينت، يبقى احنا شفنا الهيرايكي ده بيتعمل ازاي، ازاي اعمل ستاند الون روت ويبقى اوف لاين، وازاي اعمل سب اوردينيت انتربرايز جوين دومين. طيب اليوزر هيطلب سيرتيفيكيت ازاي؟
اليوزر هيطلب السيرتيفيكيت بتاعته باربع طرق، بالاونلاين انرولمنت والويب انرولمنت والاوتو انرولمنت والاوفلاين انرولمنت. ايه بقى الاربع طرق دول يا باشمهندس؟ وهو ليه اليوزر هيطلب سيرتيفيكيت؟ هقول لحضرتك اليوزر هيطلب سيرتيفيكيت عشان ممكن يكون عايز يعمل انكريبشن لفايل معين. هو ايه الانكريبشن لفايل معين؟ هقول لحضرتك، مش احنا عندنا خاصيه من خصائص ال NTFS اسمها انكريبشن فايل سيستمز، اللي هي حضرتك لما بتيجي هنا تعمل وات ايفر، مثلا فولدر على السي هتحط جواه داتا تكست مثلا، ونفترض Advanced Encrypt، واقول له اوكي. انا عملت انكريبشن للفايل ده، والانكريبشن ده معناها ان محدش يقدر يفتح الفايل ده غير اليوزر بتاعي انا بس، عشان انا هعمل له انكريبشن بالبرايفت كي. والنوع ده من الانكريبشن بيمشي سيمتريك مش اسيمتريك. اوكي كده هنشوف، بس انا مش حابب ادوس اوكي دلوقتي عشان ما يبوظليش اللاب بتاعي. هوريه لكم بالاوتو انرولمنت. اوكي كده، طيب كنسل. فاحنا عرفنا هو ليه اليوزر ممكن يحتاج ان هو يطلب سيرتيفيكيت. ممكن يحتاج يطلب سيرتيفيكيت عشان يعمل بيها اوثنتيكيشن، وهو بيكونفيجر الاي بي سيك. في الحاله دي ممكن يحتاج ان هو يعمل محتاج يطلب سيرتيفيكيت. ممكن ويب سيرفر زي ما هنشوف كمان شويه تطلب سيرتيفيكيت عشان تسكيور ويب سايت عندها. اوكي كده يا شباب. فالانرول سيرتيفيكيت بتبقى باربع طرق، بالاونلاين سيرتيفيكيت، اونلاين سوري الاونلاين انرولمنت، والويب انرولمنت، والاوتو انرولمنت، والاوفلاين انرولمنت. طب ما تيجي كده نشوف واحده واحده ونشوف الموضوع بيمشي ازاي. عشان اعمل الاوتو انرولمنت، او خلينا في الاول نعمل الاونلاين انرولمنت ام ام سي فايل اد اند ريموف سناب ان سيرتيفيكيتس. اوكي هاجي في البيرسونال، اوكي اول تاسكس ريكويست نيو سيرتيفيكيت، نيكست. عايز تشوف كده السيرتيفيكيشن اثوريتي اللي موجود في الاكتيف دايركتوري. اوكي قال لي انت من حقك ممكن تنزل البيزك اي اف اس، او ممكن تنزل اليوزر تطلب السيرتيفيكيت دي. طب هو شاف الحاجة دي منين؟ هقول لحضرتك لو رحنا على السيرفر، شاف في السيرتيفيكيت تمبلتس، مش في المانج، ما احنا قلنا ده المخزن. لا، هو شاف في السيرتيفيكيت تمبلتس من بره ان هو ليه بيرميشن على اليوزر وعلى البيزك اي اف اس يقدر ان هو يطلبه. لا جديدة دي يا باشمهندس. يعني ايه ليه بيرميشن؟ يعني انت سامح باي ديفولت ان الراجل ده ممكن يطلب دي او يطلب دي. طب هو انا اقدر اتحكم في البرميشن دي؟ ايوه يا فندم اقدر اتحكم في البرميشن دي، وهنشوفها. طيب خلينا الاول نكمل. هقول له انا عايز اوكي يوزر سيرتيفيكيت انرول، طلب السيرتيفيكيت، قال لي سكسيد. ايه ده ما حطهاش في البندنج. هقول له حضرتك افتكر كلامي، في بيئه الورك جروب تتحط في البندنج سيرتيفيكيت، ويبتدي ان الادمنستريتور ايه يايشو او يديناي. اما في بيئه الدومين حضرتك اللي هيطلب سيرتيفيكيت هياخدها على طول. تمام كده. طيب ده الاونلاين انرولمنت. طب ما تيجي نشوف الويب انرولمنت. هقول لك بمنتهى البساطه، مش احنا منزلين الرولز السيرفيس رولز اللي اسمها سيرتيفيكيشن اثوريتي ويب انرولمنت على السب اوردينيت؟ يعني معنى ذلك ان الراجل ده عمل لنا ويب سايت، اقدر ان انا اخش عليه اطلب سيرتيفيكيت. طب ما تيجي نجرب، هفتح صفحه انترنت عادي اهو، هقول له الاي بي بتاع السيرفر ونفترض 50/cert/serve. ده يقول لي انت مين؟ هقول له انا احمد، وادي الباسورد بتاعتي. ابتدى يقول لي ايوه يا احمد انت عايز ايه؟ ده الويب سايت اللي هو عمله لي عشان انا نزلت الرول سيرفيس اللي اسمها سيرتيفيكيت اثوريتي ويب انرولمنت، عايز ريكويست سيرتيفيكيت. قال لي في اليوزر سيرتيفيكيت، اه بعد اذنك. قال لي ثانيه واحده،
حضرتك ما تقدرش تكمل وما تقدرش تطلب السيرتيفيكيت عشان الويب سايت ده شغال HTTP، ولازم يكون شغال HTTPS عشان تقدر ان انت تكمل معايا وتطلب السيرتيفيكيت بتاعتك وتاخدها. دي مشكلة كده. ما هو حضرتك لو ما حلتش المشكلة دي، الرول سيرفز اللي انت نزلتها ملهاش لازمة لانها كده مش شغالة. اوكي كده شباب. طيب انا اعمل ايه؟ هقول لحضرتك تعامل معاه كانه ويب سيرفر، سوري، كانه ويب سايت موجود على ويب سيرفر منفصل. يعني تخيل كده، ممكن يكون اي ويب سايت تاني مش شرط الويب سايت ده، هعمل معاه نفس التكنيك. يعني يا باشمهندس، لو انا عندي ويب سيرفر في الانترنال نتورك عليه ويب سايت، انا اعمل معاه نفس القصه دي عشان اخلي الترافيك بتاعه يبقى HTTPS مش HTTP، عشان الداتا تمشي انكريبتد اوفر ذا نتورك ما بين الديستنيشن والسورس. اوكي كده. طب انا هعمل